عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء مع رئيسة شركة هانك مصر للتجارة والصناعة كارول ميلن. تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر والتوسعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها في السوق المصرية. من جانبها قالت رئيسة الشركة شركة هانك مصر إن السوق المصرية تمثل محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا للشركة، خاصة أسواق دول القارة الأفريقية، كما تعمل الشركة على زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء. جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت ورئيس شركة السويدي إلكتريك أحمد السويدي والوفد المرافق له. وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال توزيع الكهرباء في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات. أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن هناك تعاونا كبيرا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية في إطار استراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة وتخزينها لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة. جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. من جانبها أشادت سفيرة الإمارات بما شهدته العلاقات المصرية الإماراتية من تطورا متسارعا، حيث باتت نموذجا يحتذى به في التعاون العربي. قرر وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي تشكيل لجنة استشارية للعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمي والعملي. وتعقد اللجنة اجتماعها دوريا لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتذليل العقبات بصفة مستمرة. أطلقت مصر أول سوق طوعية للكربون في مصر وأفريقيا وأول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن السبب الرئيسي في خروج هذه السوق إلى النور هو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس. من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط أن تدشين أول سوق توعية منظمة لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون يعد إحدى خطوات مصر في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية. وخلال مشاركتها في المؤتمر أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض على أهمية دور القطاعين الخاص والأهلي تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونشر الزراعة العضوية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني طرح المرحلة العاشرة التكميلية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج. وأشار الوزير إلى أنه يجرى تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن 1450 وحدة سكنية بمواقع متميزة بمدن القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ودمياط الجديدة وحدائق أكتوبر ومدينة السادات والمنيا الجديدة. كما أكدت الوزارة أنه سيتم السماح لمن أرسلوا تحويلات بالمرحلة العاشرة باستكمال قيمة الدفع المقدمة للوحدة السكنية الجديدة المراد حجزها في حال الاحتياج شريطة أن يكون الاستكمال لحجز وحدة سكنية واحدة فقط، وسيتم إضافة الاستكمال بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحول.
شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إيراغلو غارمنت للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ذلك بالتعاون مع مجموعة إيراغلو جلوبل القابضة التركية. وأكد وليد جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ 40 مليون دولار ويقع على مساحة تقدر ب 64 ألف متر مربع، ومن المخطط أن تكون هناك توسعات مستقبلية للمشروع بمرحلة ثانية على مساحة تقدر ب 400 ألف متر مربع. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي أن التعاون بين مؤسسة أبو هشيم الخير وشركة بلوتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار استمرار نجاحات الدولة ممثلة في مؤسساتها العامة والخاصة في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير كافة الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق طموحات شباب مصر. جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاونا بين مؤسسة أبو هشيم الخير وشركة بلوتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتنتهي سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام وهبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 0.5% لتصل إلى 81.89 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 79.63 دولار للبرميل. يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.34 دولار للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% لتسجل 2.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024، لكنها عدلت توقعاتها لعام 2025، أرجعت ذلك إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني على النمو الاقتصادي. وقالت وكالة الطاقة الدولية أن نهاية الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد جائحة كورونا في الصين حدت من الطلب العالمي على النفط، لكن الاقتصادات المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة عوضت تلك الخسارة. كما أضافت أن موسم السفر الصيفي بالسيارات في الولايات المتحدة من المقرر أن يكون الأقوى منذ الجائحة، وأن تخفيضات الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبك بلس تؤدي لتقليل المعروض الفعلي.